السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع متابعينا الأعزاء. اليوم نشرح لكم عن التحديثات الجديدة. طبعا كبداية تم إضافة وضع الاعتداء وضع الحصار، وتم إضافة وضع الذكاء الاصطناعي لدى الوحدات. الآن الوحدات لديها بعض من الذكاء الاصطناعي فيها تهاجم متوقف لوحدة، وضعش يعني نشرحه كمان بالفيديو. وسيتم إضافة خرائط جديدة للعبة، راح تلاحظ وجود خريطتين جداد راح يكون موجودات في المعارك الواحد ضد واحد بالمواجهة والهيمنة، وهذول الخرائط راح يكون موجودات في معارك الأفريقة أو معارك كل رجل نفسه. طبعا معارك كل رجل نفسه بيكونوا الثلاثة بنفس اللعب بيلعبوا ضد بعض، أو الثلاث أفريقة بيلعبوا ضد بعض. طبعا بتكون هالمعارك فيها كثير حماس، كثير مواجهة، وراح يتم إصلاح الكثير من الأخطاء وكثير من التعديلات. طبعا معارك الواحد ضد واحد ضد واحد، معارك اثنين ضد اثنين ضد اثنين، هاي راح تكون في التحديث الجاي بالشهر الجاي. الآن راح نبلش الكلام عن وضع الحصار. طبعا الآن بتلاحظ إنه الجيش صار عنده قليل من الذكاء الاصطناعي، يعني الجيش صار يمكن يتحرك لوحده، يتخذ القرارات لوحده. زي ما شايفين الماموس بلشت تضرب لحالها، يعني بدون ما انا اعطيها امر راح تلاحظ انه وجود انه الجيش صار يتحرك لوحده، يتمك يعني لحاله، بتاخذ الموقف لحاله، يعني ما فيش داعي. الان الجكوار جلست لحالها، طبعا ما ضغطت، انا بس عم بحرك بالجيش. طبعا اثناء وضع التنقل تتبع حاضر نستعمله مشان انك تهاجم الخصم فيه، ما راح يجلس يقعد، لازم يكون على الوضع الطبيعي. يعني الان شلنا العلامة هاي، الوضع الطبيعي انه الجيش بيهاجم لوحده بيقعد لوحده. طبعا هذا الاشي راح يخلي التحكم شوي اسهل بالجيش، وراح يعطيك الشغلة الثانية انه اذا الانترنت انقطع معك باللعبة وكان جيشك مش محطوط على وضع الحصار، وهذا اشي كثير يعني مزعج انه الجكوار بتكون ضعيفة وهي مش جالسة. يعني الجيش ما جلس ما اجى بوضع الحصار يعني راح يكون ضعيف، ولكن الان صار ممكن انه الجيش يتحرك لوحده، ولكن لسه بده شوية تعديلات. طبعا لسه تحت التجربة، يعني انه لساته ضمن اختبار بيتا ما تم اضافته على الاصدار الفعلي تبع اللعبة. طبعا هذا النظام راح يمكنك انك بسهولة تتحكم بالجيش زي ما لاحظتوا، ما فيش داعي نتخلي الجكوار تجلس، راح تجلس لحالها بس تكون بوضع الطبيعي. لكن ضغط النظام نقطتين وضع التتبع والترقب، هذا يعني ما راح، لسه بده شوية تعديلات. اتوقع الاسبوع الجاي راح يكون جاهز وراح ينزل على الاختبار الفعلي على الاصدار الرئيسي تبع اللعبة، ولكن الحين لساته تحت اختبار بيتا. طبعا هذا النظام راح يعطيك شوية ذكاء اصطناعي يعني للوحدات، ناس تصير الوحدات تحارب لحالها. يعني اذا انترنت منقطع وانتركت اللعبة راح تلاحظ انه جيشك اتخذ الموقف المناسب وتحرك لحاله بدون ما تحكي له اشي، وهذا شيء كثير مفيد. ولكن بس تحط نظام نقطتين يعني الوحدات ما بتجلس لحالها، ولكن اذا وقفتها تعطي امر انها تطب، ولكن يعطيها امر جديد بالتحرك راح تجلس. يعني شوي هذا الاشي بيساعد. طبعا راح يكون في اشياء جديده باللعبه زي نظام واحد ضد واحد ضد واحد، يعني فيك انك تلعب ضد اثنين وهذول الاثنين كل واحد لحاله، يعني ثلاث ضد بعض، او يكون نظام الافرقة اثنين ضد اثنين ضد اثنين، راح يكون معك شريكك وانتو ضد ايش اربعة تانيين، والاربعة التانيين ضد يعني كل فريق مع بعضه. طبعا هذا الحكي راح يصير الشهر الجاي ان شاء الله. الفيديو عجبكم لا تنسوا وضع لايك والاشتراك بالقناة حتى نشرح لكم عن كل التحديثات الجديدة القادمة ان شاء الله، حتى نراكم في الفيديو المقبل، اللقاء.